شكرا يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أخطيت حل نذكرنا بارستوس إيسون بانشويس إبي بروسف Exhausted.
شكرا تور ابيوت بن شويس وبن نوت وبن سوتير إيسوس بخريستوس تنشب موتن توت قطوب نبن نبذباب نبن نب خن هم نیبین جه کریس که بادن ایگون اکر بایسینی رو اکریرون اکشب تینی رو ککتیس و ایرون اکدید تیل کندن شریعت ایونو اوثا دوبون اولیک ارحمنا اللہ اترام علینا اسمعنا ويعيننا يقبل صلاه وتلباتك الديسين منهم بصلاحنا في كل حين وان يحفظ لنا علينا حياه وقيام بنا البابا البطريرك المعظم الأنبا تادروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا سيودوسيون ويغفر لنا خطايا وكل أيام حياتنا بكل سلامته ومخافاتك كل حسد وكل تقربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين إن ذهبنا وعن سائر شعبك وعن هذه الفسق عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والأقارب على كل قوة العالم ولا تخلنا في تقولك من يا ليسون تنوش تمميوت نمشي إرين بمن ومعي إسوا تكريات إسوا من أموت يوشي كتلسي
باسمي خطيتي أمامي في كل حين لك وحدك أخطأ الشر قدامك صنعه لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكم لأني هأنزى بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من السلك تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المستحقة اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في أعشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني امنحني بهجة خلاصك وبروح الأسوى عضدني فأعلم الأسنى طرقك والمنافقون إليك يرجعون نجني من الدماء يا الله إله خلاصي ابتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك لأنك لو أصرت الذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تصرب المحرقات فالذبيحة لله روح منسحق القلب المنكسر المتواضع لا ترزله يا الله أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبني أسوار أورشليم حينئذ تصرب ذبائح العدل قربانا ومحرقات حينئذ يقربون على مذبحك العبول الليلية Oh.
الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نبوات الان عيد الغطاس مجيد بركات علينا امين. من صلاه حبكم النبي بركات مقدسه تكون معنا امين. يا رب سمعت صوتك فقذعت، تاملت اعمالك فبت، يعرفونك في وسط حيوانين، عندما تدخل السنون يعرفونك، عندما ياتي الزمان تظهر، وعندما تطالب نفسي بالرجل تتذكر الرحمه. ياتي الله ميلاد التيمن والقدوس من جبل فاران مظللا بكثير من الشجر، غطت السماء رذيلته، امتلأت الارض من تسبحته، وضوء يكون كالنور القرون في يديه، وجعل محبه قوته ثابته فتمشي قدامه، كلمته تخرج رجلاه الى السهول، قامت فتزلزلت الارض، نظر فذابت الام وانصعقت الجبال غضبا، وذابت الاكام الدهريه عوض التعب، ينظرون سبك الدهريه، تخاف مساكن حبشه ومظهر الارض مديان، فتغضب يا رب على النهار، او يكون رجلك على النهار، او نضاتك تكون في البحر، لانك تركب خيلك فتكون سرعه خيلك خلاصا، وتوتر قوسك توترا على السحب. قال الرب لتنشق الارض انهارا، تراك الام فتتوجع ويشتت مياه مسالكه، اعطت اللجة صوتها عند ارتفاع خيال، ارتفعت الشمس والقمر وقف في ترتيبه للنور، تسير سهامك في ضوء بروق سلاح، بغضبك تصغر الارض وبرجزك تذوب امم، خرجت خلاص شعبك ولتخلص الذين مسحتهم، ألقيت موت على رأس مخالف الناموس، وجعلت الأساس باطلا، وأقمت ربطاتك حتى الأعناق، قطعت رؤوس مخالف الناموس مع الأقوياء بدهشة، يتزلزلون في نفوسهم ويفتحون لجمهم كمسكين يأكل سرا، ركبت خيلك على البحر فتتعكر المياه الكثيرة، تحفظت واضطربت أحشائي من صوت صلاة شفتي، ودخل الرعب عظامي، واضطربت فرائدي تحتي، لأني سأستريح في يوم الشدة الأصعب إلى شعب غربتي، لأن شجرة التين لا تثمر بعد ولا ثمرة تقوم في الكرمة، ويكذب عمل الزيتون والحقول لا تطعم، تفنى الأغنام إذا ليس لها طعام، والبقر لا يوجد على المزود بحريته، أما أنا فأتهلل بالرب وأفرح بالله مخلصي، الرب الله هو قوتي ويثبت رجلي إلى النهاية، يرفعني على العالي الأغلب بتسبيحته، ومجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد الأبدين أمين. وأيضا من سفر أشعياء النبي بركاته علينا أمين، فلتفرح برار الأردن لأنه أعطى مجد لبنان وكرامة الكرمن، مجدا للثالوث القدوس إلهنا أمين. وأيضا من أشعياء النبي بركاته علينا أمين، عزوا عزوا شعبي قال الله للكهنة، تكلموا على قلب أورشليم وعزوها، فإن ذلها قد كثر وانحلت خطاياها، وأخذت من الرب أضعاف خطاياها، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب وقوموا سبل إلهنا، جميع الأودية تمتلئ وكل الجبال وكل الأكام تنخفض، ويسير المعوج مستقيماً والوعر سهلا، ويظهر مجد الرب، وكل جسد يعاين خلاص الله، لأن الرب تكلم مجدا للثالوث الأقدس. أيضا من أشعياء النبي بركاته علينا أمين، اسمعوا هذا أولا واعلموا سريعا، يا كورة زبولون وأرض نفتليم طريق البحر وبقية السكان في الساحل وعبر الأردن، جليل الأمم الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، الساكنون في الكورة وظلال الموت أضاء نور عليهم، مجدا للثالوث الأقدس. وأيضا من باروخ النبي بركاته على جميعنا أمين، هذا هو إلهنا ولا نحسب معه آخر، وجد كل طريق المعرفة وأعطاها ليعقوب فتاوى إسرائيل الذي أحبه، وبعد هذا ظهر على الأرض واشترك في المشي مع الناس، هذا كتاب أوامر الله وشريعته الكائنة إلى الأبد، وكل من يتمسك بها يحيا ومن يرفضها يموت، ارجع يا يعقوب وتمسك بها وامشي في ضيائها أمام نورها، لا تعطي مجدا لآخر
وما ولا ما ينفعك لأمة غريبة، فطوبى لنا نحن يا آل إسرائيل، لأنه قد ظهرت لنا مواعيد الله مجدا للثالوث الأقدس. وأيضا من حزقيال النبي بركاته على جميع الأمين، وخذكم بين الأمم وأجمعكم من جميع الأراضي، وآتي بكم إلى أرضكم، وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم، أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون بها، تسكنون الأرض التي أعطيت أبائكم إياها، وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها، وأخلصكم من كل نجاساتكم وأدعو الحنطة وأكسرها، ولا أضع عليكم جوعا مجدا للثالوث الأقدس. وأيضا من حزقيال النبي بركاته علينا أمين. ثم حملني الروح وأدخلني من باب البيت، وإذا بمياه تخرج من تحت أثقفته والرعب عظامي، البيت نحو المشرق لأن وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة من تحت جانب البيت الأيمن عن يمين المذبح. ثم أخرجني من طريق باب الشمال ودار بي في الطريق من خارج إلى باب الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق، وإذا بمياه جارية من جانب الأيمن. وعند خروج الرجل نحو المشرق وخيط بيده قاصا 1000 ذراعا وعبرني في الماء والمياه إلى الكعبين، ثم قاس 1000 بالذراع وعبرني في المياه والماء إلى الركبتين، ثم قاس 1000 وعبرني في المياه والماء إلى الحقوين، ثم قاس 1000 وإذا بنهر لم أستطع عبوره لأن المياه قد ارتفعت جدا وصارت ينبوع ماء في وادي. وقال لي: أرأيت يا ابن آدم؟ ثم ذهب بي وأرجعني إلى شاطئ النهر، وعند رجوعه إذا على شاطئ النهر أشجارا كثيرة جدا من هنا ومن هناك. وقال لي: هذه المياه تخرج من الجليل إلى الشرق وتنزل بلاد العرب وتصب في البحر على مياه المصب، فتطهر سائر المياه، ويكون أن كل نفس حية تسقط على أي شيء هذه كلها يأتي عليها النهر فتطهر وتحيا مجدا للثالوث الأقدس وإلى أن الأبد آمين كلها آمين. فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس، الرسالة الأولى بركته علينا آمين. ولست أشاء يا إخوتي أن تكونوا غير عارفين أن أباءنا كلهم كانوا تحت السحابة، وكلهم عبروا في البحر، وكلهم بموسى اصطبغوا في السحابة وفي البحر، كلهم أكلوا هذا الطعام الروحاني نفسه، وكلهم شربوا هذا الشراب الروحاني عينه، لأنهم كانوا يشربون من صخرة
روحانية تابعة لهم، والصخرة كانت المسيح، لكن الله لم يصرب أكثرهم فتفرقوا في الكفر، وصارت لنا مثالا حتى لا نكون مشتهيين السيئات كما اشتهاها أولئك، ولا تصير عابدي أصنام كقوم منهم، كما كتب جلس الشعب يأكل ويشرب ثم قام للعب، ولا تزنوا كما زنى قوم منهم فسقط منهم في يوم واحد 23,000، ولا تجربوا المسيح كما جربه أيضا قوم منهم فهلكوا من الحياة، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا قوم منهم فهلكوا من المبيد. هذه كلها كانت مثلا لتعليمنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور، فلذلك من يظن أنه قائم فليحذر لئلا يسقط. لم تصبكم محنة إلا بشرية، صادق هو الله الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل يعضدكم في التجربة لتستطيعوا أن تحتملوا إلى أن تخرجوا منها. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، آمين. أورانين شوشو ببكران أبيتن جانيتن أما نائلن فوق أنشتحن أسوات Oh.
اختنوا جنات إليكم ما المكرمين ورسل الأطهار إن أنبياء وبر كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فتوب لعنكم لأن تبصر ولا أذانكم لأن تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة وتلبط قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب التي نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فركضوا نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا قيامتنا كلنا للويا مالو تشانس من تكليسي أنت باملا Hey, 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 hey
سماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته مزامير أبينا داود النبي والملك بركات على جميعنا أمين أبصر البحر فهربا والأردن رجع إلى خلف ما لك أيها البحر قد هربت وأنت أيها الأردن قد رجعت إلى خلف شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل الأبوة مثل الخرام يبصر المستقيمون فيفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكائن إلى الأبد على تقسيم القصد الرب عن يمينك يا بان الطباوي الباب البطريرك المعظم إلى أنبات أدروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الطباوي الأنباء ملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد
وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: طوبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيما. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكور المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقين يأتون إلى معموديته قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أسمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. لأني أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ويوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال له: دع الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة ومقبلا عليه. وإذا بصوت حدث من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررتم.
النوم يصوى بطبئ بستبل حين بأي ستيم تسمين تاب يوم سوش بول قائم موج قائب بشيري بامن ريت تطف سيكت فتئن تد أفئر بأون توتم صوم جلن صوم ببير تنخور برن بذين لي غنوت شوسن بترن تسي أوتوكون ماري أسمى بن بن صوتير تفكان النوبي ناني بولار برن بذين لي غنوب بردر قوسر بابتستيس يو أنت بيرمتي كان النبي فنج بس مرات جب يات مبشرين بنبما إسوام تتري سنجك فل تنوش تمت تنتي Oh.
সিতে হিরনিপাসে এতম নে صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك اطلبوا على بين اخوتنا المرضى بكل مرضين ان كان في هذا المسكن او في كل موضع لكي المسيح لا ننام لهم ولا لنا بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايا سقم روح الأمراض أطردوا والذين أبقوا مطروحين في الأمراض أقموا معزهم والمعذبون الراح نجسا أعتقهم جميعا الذين في السجون المطابقة والذين في النفي والسبي المقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب أعتقهم جميعهم وأرحمهم لأنك أنت لست حلم المرتين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير القلوب منها الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة المقبوض عليها أعطيها رب رحمة أعطيها راحة أعطيها برود أعطيها معونة أعطيها خلاصا أعطيها غفران خطاياها وآثامها نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا أشفيها والتي أجسادنا عافية أيها الطبيب الحقيقي الذين أنفسنا أجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص يا رب ارحم فنسأل الله ضبيق القلب وربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب بنا اخوتنا المساء اطلبوا عن بان اخواتنا المسافرين والذين يدمرون السفر في كل موضع سهل طرقهم اجمعين ان كان في البحر او الانهار او البحيرات او الطرق المسلوكه او الجو او المسافرين بكل نوع لكي المسيح لنا يردهم الى مساكنهم سالمين ويغفر لنا خطايا كل أحد رضاهم الأبنازل بفرح فرحين بالعافية معافين اشترك في العمل مع عبدك في كل عمل صالح ونحن أيضا يا رب أيام غربتنا على الأرض احفظها بغير مطر ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي المسيح لنا يباركها ويكملها سالمة بغير آفة ويغفر لنا خطايا يا رب رحم
واكثر اثمارها، اعد للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. باركك للسنة بصلاحك من اجل فقراء شعبك، من اجل ارمل اليتيم والغريب والضيف، ومن اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك واطلب اسمك القدوس، لان عين الكل تترجاك، لانك انت الذي تعطيهم طعامه في حين الحسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. يا رب رئيس ارضنا يعطينا المسيح لنا رحمة ورأفة أمام الرؤساء الأعزاء، ويعطف قلوبهم علينا بالصلاح في كل حين، ويغفر لنا خطايانا. تكلم في قلبه من أجل سلامة كنيستك الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية، أعطي أن يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس، لكي نعيش نحن أيضا في سيرة هادئة ساكنة، ونكون بك موجودين في كل تقوى وكل عفاية. صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب انفس عبيدك الذين ركن ابانا واخواتنا. اطلبوا عن ابائنا اخواتنا الذين ركضوا وتنيحوا في الايمان بالمسيح منذ البدء، آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، آبائنا الأساقفة، آبائنا القمامسة، وآبائنا القصوص، وأخواتنا الشمامسة، آبائنا الرهبان، وآبائنا العلمانيين، وعنياح كل المسيحيين، لك المسيح إلهنا ونيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا. يا رب وإسحاق ويعقوب، ولهم في موضع خضر على ما راح في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن في نور قديسك، وكما أجسادهم في يوم الذي رسمته كما وعيدك الحقك يا غير الكاذبة، إب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال
وإن كان لحكم ثوان أو تفريط كبشر وقد لفظ جزم سكن في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين اللازجين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغرب ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم فإنه ليس أحد طار من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين خسوا نفوسهم فنيحهم ولسحق ملكوت السماوات وأما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك أمامك وأعطهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديس يا رب ارحم تنتهي Oh.
تقدس النادي السماء رأت بخور تطفل عظمتك الذي في السماوات بواسطة خدمة ملك ورسى ملكتك المقدسين وكما قبلت لي قربنا بالصديق وذبيعت بين إبراهيم وفلسي الأرملة كذا أيضا نذور عبيدك بلايليك أصحاب الكثير وأصحاب القيل الخفية والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك هذا اليوم هذه قرابين اعتم على افشد عود الفاسدات السمائيات عود الأرضيات الأباديات عود الزمانيات بيوتهم وخادمهم لا من كل الخيرات أحيطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار وكما ذكر اسم الدوس الأرض اذكرهم في ملكوتك وفي هذا الدار لا تتركهم عنك يا رب اذكر يا رب موعوظي شعبك ارحامهم اطلبوا عن موعوظي شعبنا لكي المسيح إلهنا يباركهم ويثبتهم في الإيمان المستقيم إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايا يا رب ارعاهم وثبتهم في الإيمان المستقيم بك كل بقايا عبادة الأوثان انزعها من قلوبهم ناموس خوفك وصاياك حقوقك أوامرك المقدسة ثبتها في قلوبهم أعطهم أن يعرفوا ثبات الكلام الذي يعظ به في زمان محدد فليستحقوا حميم ميلاد جديد لغفران خطاياهم استعدهم هيكلا لروحك القدوس يا رب انشراح ونسأل الرب قائلين يا رب ارحم يا رب لأدابة الكل موت الرحمة كل حين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم ويأتي موهب غنى ويحضر الرحمة والنعمة كل حين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا جعلهم شعل السحاب وجمع المياه بيد والعديد أسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم الجبال بيد وقاس السماء بشبر والأرض كلها بقبضته أسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم يا رب خلص شعبك بارك مراتك اتعاد شعبك بالرحمة والتحنن أسألك يا رب اسمعنا وارحمنا بارك ثمرات الأرض سيدك مقدارا نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم المسيحيين ناجح ونملأه من بركاتك بارك لي سنة بصلاك نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم ردد خلافاتك عاجلا مراحمك الكثيرة بقوة صليبك المقدس الموحي نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا القديسة الطائرة من رؤساء الملائكة الأربعة الأطهار ميخائيل وغبريال ورافائيل وأسوريا والأربعة الحيوانات غير الجزدانيين وأربعة عشرين قسيسة وقديس يوحنا المعمدان وسادات الأبرس الأطهار وكل مصاب قديسيك فلنقل كلنا بصوت واحد نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم
نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وفرنا خطايانا امين. كريا ليسون 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 ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون ليسون كريا 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 Erini fasir Etom nevmate Etom Nasr Allah'ın erdabı tülkülü Ebe Rabbena elana ve khalısne Esu'al Mesih Nasr'an otlub min salahike ya muhibbil başar اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية أقاصي المسكونة إلى أقاصيها كل الشعوب وكل القطع باركهم السلام الذي من السماوات أنزل على قلوبنا جميعا بل وسلام هذا العمر أنعم به علينا نعاما الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع جيراننا ومداخلنا ومخارجنا زينهم بكل سلام يا ملك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء قد أعطيتنا اغتننا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا يقع علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شاب أبو
يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب طيرك للبابا لما تدرس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية من الأسقف المقرب الأنباسيو. صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا لمبا تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المقرم إلى أنباسيوس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية التي تمنت عليها من قبل كارتك المقدسة الطوباوية مفصلا كلمة الحق باستقامة راعيا شعبك بطهارة بر وجميع الأساقف والأرثوذكسيين والقمامسة والقصوش والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع وصلوات التي يقدمونها. وصلواتنا نحن أيضا عنهم اقبلها إليك على مسبحك المقدس الناطق السمائي رائحة بخور وسائر أعدائك الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم واذلهم تحت أقدامهم سريعا وأما هم فاحفظهم في سلام وعدل في كنيستك المقدسة رب من شويس ومن نوت ومن سوتيريسوس بخريسوس انتيوت انتيك مداز بميروم أليم أبشون من جنسوت يزمو إيرو صلوا من أجل هذه البيعة المقدسة واجتماعها نصنع كمشيتك المقدسة التوباوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة يا رب علينا على عبيدك الذين من بعدنا إلى الأبد بتوثم بالدماء وكل لحم العرب الشيطان وكل قوات يشيس حقهم وأذلهم تحت أقدامنا سريعا الشقوق وفاعل يبتلون قد فساد بتبع الطاعات وفاز مسكنا والدمان ولا نحل ضعز معرفهم ضعفهم سريعا ابتل حسد وساته وشرهم والامين واتوا الذي يصنعون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء بدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشوره اخي توفيل امين يا رب تفرق جميع ذاك يا رب من أمام وقع كل مبغض اسم قدوس أما شعبك يا رب فليكن البركة إلوف إلوف وربوات ربوات يصنعون إرادة كرام العزب السلطان والسلطيسة آن وكل عدد بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآن ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآن قبل كل دور نور من نور حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لها في الجوار
الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا عادل براس قد تألم وقبر قام من أموات اليوم كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء نعم نؤمن بالروح الرب المحمد نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء فكنيسة واحدة مقدسة جامعة ونعترف بمعمودية واحدة شيري با من ريتي تاتي ما تنخد هنا انت لو شيروك من شيرو بيم من سيرا بيم لو شيبون انقو امون جي قوة بقوة بقوة مبشوي سبيبا تقران طول اتفين مبقايم ايبون خم بقون بقطايو تنتي او ايروكو ايو سيو سسرك قريبون خم بمبطري ارشيز بابا أبا تودرس بيارشير بسمات نروف في جنب فسرونوس ننبف كشبير اللي ترغس بنيوت سوا بنزيكيوس أبا انسي غدوسيوس ما تنروف في جنب فسرونوس تقدموا على هذه الرأس كفوا بخوف ورداء وإلى الشرق انظروا ننصت هيت النبرت بيان تاتس أوتو قوسس هو قارية شوي صاري أموت نانم بقوة مولد دين النبي من غوص كمك بخير الطوص نم بكيوت وشركة وهبة الرقص فلتكون مع جميعكم Oh.
حقيقتي مستحق وعادل. أنت هو الإله العظيم الرب وعجيبة هي أعمالك، وليس شيء من الكلام كافيا في التسبيح بعجائبك، لأنك بقوتك كونت سائر الأشياء مما لم يكن. ضبطت كل الخليقة بعزتك ودبرت العالم بعناياتك. أنت أبدعت الخليقة من الأرباط العنق، وكللت دور السنة بأربعة أزمنة. أنت الذي ترتعد منك القوات العقلية، أنت الذي تسبحك الشمس، أنت الذي يمجدك القمر، أنت الذي تعليك النجوم، أنت الذي يطيعك النور، أنت الذي تخافك وترتعد منك الأعماق، وأنت الذي تتعبد لك البحار. أيها الجلوس قفوا. أنت الذي بسطت السماء مثل القبتين، أنت الذي ثبتت الأرض على المياه، أنت الذي حصنت عول البحر بالرمل، أنت الذي أفضت الهواء لتستنشق النفس. أنت الذي تخدمك قوات الملائكة وتسكت لك صفوف الملائكة، أنت الذي ينطق بمجدك السير في مسودة أجنحة ويطير واقف أمامك الشيروبيم الكثير الأعين، يسترون وجههم بأجنحتهم لأجل مجدك الغير المقترب منه ويسبحون قائلا. شكل الأب وزرت بشبه الناس ولم تتحمل يا سيدنا من أجل رافاتك رحمتك أن تنظر جنس البشر، وقد قوي علي إبليس فأتيت وخلصتنا. نعترف بالنعم ونبشر بالرحمة ولنقي أحسانك، لأنك
أتيت وخلصتنا برحمتك يا رب، ولك خطايا ولادت الطبيعة باركتها وطهرت البطن البتول بميلادك، سبحتك سائر الخليقة لما زرتها، لأنك وأنت لم تزل إلى أن ظهرت على الأرض واشتركت في المشي مع الناس. قدس هذا الماء وامنحه نعمة الأردن. أنت قدست مجاري الأرض وإذا نزلت علي روح القدوس من السماء وسحقت رؤوس التنين المختبئ فيها. أنت الآن يا سيدنا يا محب البشر ربنا يسوع المسيح الأمة الآن أيضا بحرور روح قدسك علي. قدس هذا الماء. آمين. ليكن ينبوع البركة. آمين. موهبة طاهرة. آمين. حالا من خطايا. آمين. طارد الأمراض. آمين. مخيفا للشياطين. آمين. ولا يقترب إلي شيء من كل القوات المضادة. آمين. مملوء من كل القوات الملائكية. آمين. لكي يكون لكل من يستقي ويأخذ منه طهارة للنفس والجسد والروح. آمين. آمين. شفاء من الأوجاع وتقديسا للبيوت. آمين. آمين. نافعا لكل فائدة. آمين. أنت يا رب يسوع المسيح الذي جددت طبيعتنا التي بنت بالخطية مرة أخرى بالماء والروح، أنت الذي أغرقت الخطية بالماء الذي ارتفع في عهد نوح، أنت الذي أعتقت جنس العبرانيين من عبودية فرعون بموسى والبحر، أنت الذي فرقت إسرائيل من ضلالة بلعال والنار والماء في عهد إيليا، أنت الآن أيضا يا سيدنا قدس هذا الماء بروح قدسك ويمنح الذين يستعملون بكل نوع أو الذين يلمسونه أو الذين يشربون منه أو الذين يغتسلون منه أن يكونوا لهم طهرا وبركة ونقاء وخلاصا، لكي من جهة العناصر والملائكة والناس معا ومن جهة الذين يرون والذين يرون وليتمجد اسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن ولدار الدور أبد الأبدين كل آمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
المسيح بطن الموت يسوع. سيد ربي يسوع المسيح ابن وحيد وكلمة الله لقد تكون رباط خاتمه من قبل الام الشافي والمحيا الذي لا فخافه بتعليم القديسي ورسالة مكرم اكبر القدس ما خفرت لهم خاطئهم وغفرت لهم بسرقة ما مسكت انت سيدنا عمت الذين يعملون في الكنوت في كنيسه المقدس ان يغفر خطايا حلوه واربط وكل بات الظلم ونسالك يا سيدنا نبيك ابائي واخواتي وضعف هؤلاء ونحن منحنين بروس مجدك المقدس ذوقنا رحم كنا اخطانا اليك بالعلم او بغير علم او بالفعل او بالقول او بسبب نفس او بجزع قلب انت كصالح وحي البشر اللهم انعم علينا وابران خاطئنا طهرنا حالنا باركنا قومنا براد لك القوه المجد والبركه والعزه والسلطان وكل عند هدوء وكل امين. سوتي سامين كنت ابن ماتي سامين. ايريني باسي. Sagis Bluetooth, can you show Sagas to your thoughts? Looks mug you, Nami. القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدوس آمين. واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح Sagis Bluetooth, Kidios, Hosiris, Toyas, Toyas, Magion, Ami, Sobanagios, Batir, Sobanagios, Eon, and Tobanagion, Ebnema, Ami. نشكرك أيها الرب الإله لأنك جعلتنا مستحقين أن نكمل هذا السر المقدس نسأل ونطلب منك يا محب البشر إنم علينا بطهارة نفوسنا ونقاوة الجسد لنكون عن قيام كل عيب قبيح وأضئ نفوسنا وعقولنا نكشف لنا معرفة هذا السر والأمثلة تهدينا الاستزادة في العلو لأن بك يليق المجد أيها المسيح الآن مع بك الصالح والقدس الآن وكل أوان وذان دور كل آمين. احنا وزعنا قرورة لكل واحد من اللقان اللي كان قبل كده وعشان خاطر برضو احنا لسه بنتكلم في الكوفيد والعدوى والحاجات دي فهنرش مية على الكل وبعدين في قداس تحت هيطلع بدري عشان الناس الكبار والاطفال واللي بياخدوا ادوية واللي عايزين يروحوا بدري عشان ما يتأخروش في القداس التاني. كل سنة وانتم طيبين.
اسم الرب إله
زوك سبتريك وقال له مصعب ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمه.